تحياتي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من رصد خبري اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيرفيس بورد الاكثر تنوعا في الافكار واشكال المحتوى، عشان هيك بدعوكم للاشتراك فيها. بالتاكيد لاحظتم عقده الهدف القياسي مع عده اساطير، فملوك الارقام القياسيه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو واجهوا هذه المساله. كلما اقتربوا من رقم قياسي ويصبحوا بحاجه لهدف واحد، فجأة تشعر أنه مستواهم صار بعيد، صار يهدروا فرص كثير، وكأنهم مش نفس ماكينات الأهداف اللي بنعرفها، فبيتأخر كثير الهدف القياسي اللي الناس بتستناه بتكون كل مباراة عشان تحتفل فيه. فما سر هذا الشيء؟ السر بيرجع لكلمتين: الضغط والخيال. كيف هيك؟ الضغط النفسي على اللاعب اللي بيشعر أنه أصبح مطالب بتسجيل هذا الهدف أكثر من غيره من الأهداف اللي سجلها، وهذا الضغط ينتقل لفريقه اللي بيشعر ايضا انه مضطر يساعد هذا اللاعب عشان يحقق الرقم القياسي اللي حيكون صحيح باسم اللاعب لكن ايضا باسم الفريق اللي تحقق معه. فيتوقف اللعب الطبيعي الانسيابي اللي معتاد عليه الجميع جماعيا وفرديا. وايضا في شيء اخر من ناحية هذا الضغط، الخصوم بصير عندهم دافع انه ما يتسجل الرقم القياسي ضدهم، ما يصير التاريخ يذكرهم انه تم كسر الرقم القياسي امامهم، وهذا بزيد من تعقيد الامور لانه كل شيء يصبح مبالغ فيه من فريق اللاعب ومن خصمه. بس في سبب ثاني وهو الخيال. ربما البعض بيقول لي شو قصة الخيال معك يا عواد، اخر فترة بتستخدمها كثير، لانه بصراحة هو مفهوم مهم جدا في كرة القدم. احد اللاعبين اهدر ركلة جزاء مهمة واتمنى اذكر اسمه، اذا بتتذكروا احكوا لي اياه بالتعليقات. سألوه كيف؟ قال: وانا ذاهب لتسديدها رأيت نفسي أضيعها قبل أن أسددها. هذا الخيال بروح لصاحب الرقم القياسي بشكل مختلف، بخليه يفكر كثير كيف بده يفرح بالهدف، شو بده يحكي عنه ثاني يوم الإعلام، شو بده يحكوا عنه الناس في السوشيال ميديا، شو ردة فعل مدربه، لاعبيه، أصدقائه، عيلته، وبيجعله يتسرع أكثر من اللازم، وهذا التسرع بأخر هدفه بدلا من أن يبكر. أكيد بنذكر قصص شهيرة مثل تأخر هدف رونالدو القياسي مثلا في يورو 2016 اللي كان محتاج الهدف التاسع وضيع فرص سهلة قبل ذلك، وهدف ميسي 500 اللي طال انتظاره جدا قبل تسجيله، وأهداف قياسية عديدة لمختلف النجوم شعرنا لوهلة إنهم مش حيحطموها، لأن الضغط النفسي يتضاعف والخيال يتسلل إلى أدمغتهم وبلعب بتركيزهم، وهذا الشيء بيساهم بأنه يصبح هذا التركيز أضعف فيصبح تسجيل الهدف أصعب بكثير. كرة القدم صحيح فيها أرقام قياسية وصحيح فيها تكتيك وأفكار، لكن ناحيتها الذهنية ممكن تكسر أي شخص، ممكن تغير اتجاه أي كرة، ممكن تودي أي لاعب لمسار آخر ما كان متوقعه أساسا. نوصل هون لنهاية حلقة رصد خبري من سيرفيس بورد، القناة الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى، واللي بدعوكم للاشتراك فيها الآن. والسلام عليكم ورحمة الله.